بعضمة لسانه الأهلي وباقي الفار. الحقيقة صديقنا العزيز الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي ومدربه السابق كتب تويتة أو حت لنا بحاجة أنا لقيت المهندس عادل بعتها لي وبيضحك، لأنه الحقيقة عادل عبد الرحمن بخف الدم لخص قال لك هو الأهلي ليه مش مشترك في باقة الفار زي الزمالك؟ ليه ما دفعش الاشتراك؟ فعلا لما تيجوا تبصوا على حجم التأثير اللي عامله حكم الفار على المسابقة لغاية دلوقتي فعلا تستغربوا. كل امبارح الحكم اللي بيحكم مباراة سيراميك البنك الأهلي وسموحة أربع ضربات جزاء يروح للفار ويجي يحسب، اللي ما عمرنا شفنا حد راح للفار وجي حسب حاجه للاهلي فعلا لانك مش مشترك. لا ويروح يلغي يروح ياكدها. لا حبينا نعمل مراجعه لحساب الفار ونشوف هو ليه الاهلي فعلا ما دفعش اشتراك باقه الفار. لا هو لا انت عرفت ليه بالفار بيعمل كده؟ عشان الاهلي ما دفعش الاشتراك. شوفوا يا جماعه تاثير الفار، ياللي بتتكلموا على البطولات الحلال والحرام، ياللي بنسمع دايما وابدا كلام تلقيح على بطولات الاهلي. هو انا اللي مش قلت لهم اللي بيطالب بالعداله ها؟ ما يعني هيدفع ثمنها لو العداله تحققت. لو العداله موجوده تعالى لي بقى، تعالى لي يا عم العداله. كانت خلصت بدري والله. تعالى لي عشان اقول لك واحده واحده كده. الزمالك بيلعب مع بيراميدز في الدور الاول. حكم الساحه محمد عادل. حكم الفار الكبير المونديالي جهاد جريش. النتيجة 1-1. الحكم لغى هدف صحيح لبيراميدز. خطأ الفار أما رسم خط البيرو بشكل غير دقيق للحكم، طلع له وجود تسلل على لاعب بيراميدز قبل تسجيل الهدف. كانت النتيجة إيه؟ الزمالك حصل على نقطة غير شرعية زائد هدف أقل في شباكه. نشوف الهدف الملغي لبيراميدز قدام الزمالك. انا بالنسبه لي الكره دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهه نظري انا. طبقا بتاع خلي بالك لعيب نادي الزمالك لما دينا حط كده هتلاقي ده يعتبر موازي داخل الستة ياردة. انما في الكره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان في موقف سليم. طبعا ادي نقطه غير مستحقه بفعل الفار. انت هتعيد النقط. الفار عامل ازاي؟ الزمالك بيلعب مع انبي، الحكم محمد الصباح، الفار قاعد جوه الكابتن صبحي العمراوي. النتيجه الزمالك كسب 2-1. الحكم ضربه جزاء لم تحتسب لصالح انبي، الحكم غلط تجاهل ضربه جزاء لانبي، الفار ما استدعاهوش علشان يراجعوا. البنالتي موجود ومش راينا، راي خبير التحكيم. هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث الخطا، الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها، ركله جزاء غير محتسبه لصالح فريق امبي ودي كانت في الشوط الاولاني. يعني الحكم كان مين؟ نقطتين. الحكم كان الصباحي. مين؟ الصباحي والفار العمراوي. بين الصباحي والعمراوي الزمالك خد الثلاث نقاط، يعتبر خد نقطتين غير شرعيتين، يعني النتيجه التعادل لو ام بتحسب ونقطه بيراميد ادي ثلاث نقط. اللي ضحكك بقى بيراميد الثاني. بيراميدز الثاني في الدور الثاني الحكم غيرنا. ما هو ده اللي بقول لك فتح الباب. اللي ضحك والله العظيم ده حاجه تضحك بجد. فتحوا باب الفار، خرج الكابتن جهاد جريش وبعد ما كان في الدور الاولاني كابتن جهاد جوه، لا خرجوا كابتن وجيه احمد قام فتح الباب، اطلع يا جهاد. في كلام طلع جهاد. لا اللي فكرني زمان كنا بنلعب لعبه زمان لا مش عارف ايه، اطلع من ورا. طلع الكابتن جهاد جريشه من غرفه الفار، نزل الملعب بالصفاره ودخل الفار للكابتن محمد الصباح. الماتش خلص 1-1. الحكم تغاضى عن طرد طارق حامد وعن احتساب ضربه جزاء غير صحيحه للزمالك. خطا الفار لا استدعى الحكم لمراجعه كوع طارق حامد المحصن لغايه لما البنا اثبت لهم انه لا مفيش حصانه.
كانت تستوجب الطرد. وفي ضربه الجزاء لا توجد مخالفه على الفار لانه قام بالفعل باستدعاء الحكم. اصل حصل حاجه هنا. الفار هنا قام بدوره لان الكابتن جاد ساب مكانه في الفار ونزل الملعب. نشوف هذا الخطأ في ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام بيراميدز. نشوف لعيب نادي الزمالك عمل ايه مع عبد الله السعيد، وهو بيروح عبد الله السعيد بيروح بيستلم الكرة، هنلاقي كوع عبد الله السعيد في رقبة عبد الله السعيد طارق في عبد في طارق حامد. طبعا دي الكرة بالشكل ده على اقل حاجة بقى فيه تهور وبانذار. نيجي للحالة اللي بعد كده، حالة مهمة جدا في المباراة، احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك. طب هنشوف في ركله جزاء ولا، ونسال بعض الاسئله. الكره جت في ايد لعيب نادي بيراميدز، مظبوط، حلو. اما نيجي نشوف دي افضل زاويه الكره جايه، اوكي هنوقف الكره، بس نوقف هنا. الكره كابتن ايمن جت في ايده، صح؟ جت في ايده، واضحه. طب لو شلنا الايد دي الكره هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. تمام. يعني مش ضربه جزاء من وجهه نظري انا، طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبره الجسم، الايد داخل الجسم. وادي ضربه جزاء للكابتن سمير عثمان اصطاد الفار فيها، بس مش سمير عثمان لوحده الحقيقه، لان حتى الكابتن شناوي اصطاد حكم الفار في هذه المباراه عن ضربه الجزاء ايضا. لا الفار نده له. هل الايد شكلها بالوضع ده مكبره جسمه ولا في الجسم الطبيعي؟ مش مكبره. اذا النهارده بدليل ان الايد دي لو اتشالت الكره هتخبط فين؟ في جسمه. يبقى اذا النهارده الايد اصبحت يعني اتاتشت ملاصقه واصبحت جزء من الجسم وليس مكبره للجسم. طيب يعني 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 الكره ديت المفروض ان هي مش ضربه جزاء؟ مش ركله جزاء. مش ضربه جزاء اصلا. لعبه طارق حامد. يعني اللعبه لابد اولا التهور موجود والقوه النهارده الشكل بتاع ايد طارق حامد هو ولا ايد؟ شكله ايه دلوقتي قدامنا؟ قول انا ايده بيدخل بالشكل ده بقى كوع بقى خلاص يعني شيء. طب شوف ايده وظف متصدرها ازاي للاعب بالشكل. ايوه ده لازم هنا، وهو كان معاه بطاقه صفراء اولى، اقل شيء ان يكون في انذار، اقل شيء لكن يعني مش عايز اقول لك، والطرد يعني الكارت الاحمر يبقى كمان موجود. ونفس الخطا بين كابتن جهاد والكابتن صباحي، لكن المره دي لا اللي اتكلم الكابتن الشناوي ولا الكابتن سمير عثمان، ده شاهد من اهلها من قناه الزمالك الكابتن ياسر عبد الرؤوف بياكد عدم صحه ضربه جزاء الزمالك في هذه المباراه. اهي انا بتحرك عادي، هو كابتن كده اهي. ايوه الكوره اهي، شاف شفتها اهي انا اهي يا كابتن اهو. أيوة. شفتها. ايوه يا خالد ممكن اسحب ايدي يا خالد. ما بص اهي يا كابتن اهي، بص بقى عايز تسحب بقى ايديك، احنا بنتكلم هنا اهو. اهي يا كابتن انا شايفها قدامي اهو. ما انا عينيا على الكوره، ما انا عارف ان انا شايفها، انا عارف ان انا شايفها يا كابتن. ده جاي مقصده في ايده يا خالد، مقصوده يعني. وجهه نظرك واحترمها. انت شايف انها مش مقصوده؟ لا خالص يا كابتن، ما شافها ما سحبش ايده. طب هو عايز يوديها فين؟ طب عايز يسحبها، بس عايز يسحبها وهي جوه جسمه، مش عايز يطلعها بره. يعني هي الفكره. ادي نقطه بقوا اربع نقط. اربع نقط هدايا من الفار. طيب الزمالك بيلعب مع سموحه والحكم محمد الحنفي، تنزل النوبادي حكم الفار نادر قمر الدوله. النتيجه 2-1 للزمالك. ضربه جزاء لم تحتسب ضد طارق حامد. خطا الفار، لا يوجد خطا على الفار لانه استدعى الحكم لمراجعه اللعبه، بس ولا كانه حاجه بتجيبه، لا اللي في دماغ الحنفي في دماغه، لم يعبأ براي الفار وضرب الفار عرض الحائط. والراي نشوفه. هنرجع من الله في اللعبه دي مهمه جدا، نمشي يعني نمشي فريم فريم كده، بس نقف هنا. لا اقف قبل ما يقع اللاعب، نقف هنا. هنا في التحام ولا في هنا اللعيب؟ نمشي فريم واحد بس كده. ايه ده اللعيب بيقع كده؟ اللعيب كده وقع؟ اللعيب كده سقط؟ ما هو حضرتك انت جايبها من ستريت يعني من انا بوز. بس هو كده ما فيش سقوط للاعب، بس هو كان احتلل. واللعيب دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي، مش حاجه ثانيه.
هو ده اللي خلى الفار يجيب من لانه هو بعد ادي اهو ادي الدخله هو النهارده ما سقطش ابدا الا لما الرجل جت على الرجل وداس عليه بالشكل ده. اذا النهارده المخالفه موجوده ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. وادي كمان ايه؟ نقطتين. وادي كمان نقطتين، سته. ست نقاط كده. نروح الاهلي والزمالك. كابتن امير عمر حكم الفار محمود عاشور نتيجه 1-1. ضربه جزاء لم تحتسب لرامي ربيعه ضد احمد ابو الفتوح، كلكم شايفينها. اهي. على فكره رامي وبدر. ويعني دول ضربتين جزاء مع بعض. يعني. يعني هو يلعبها وتتصدي تعيدها. الفار لا نبه الحكم لوجود مخالفه تستوجب البنالتي لا رامي ربيعه ولا البدر بنون. الايد اللي ماسكه بدر اهو. نقطه خدها الزمالك بسبب تعامل فار. لا نقطتين. نقطتين. ما هو الماتش خلص 1-1. طيب يبقى نقطتين. اداله نقطتين. ده اداله ثلاثه لانه ضيع عليك نقطتين. بالظبط. يبقى يعني انت كنت هتاخد 3 بونت. خدت بونت. هو ما كانش هياخد حاجه، خد بونت. فالفارق ايه؟ الزمالك خد نقطه. الزمالك خد نقطه. انت ضايع عليك نقطتين. ما انت بتحسبها ليه؟ للمنافسه اللي بينك وبينه. بينك وبينه. فثلاثه بونت دي نبقى نحسبها للاهلي. نبقى نحسبها. ايوه. ماشي. لكن هنا هو ادى للزمالك نقطه لم يكن يستحقها. فكده 6 نقاط. 7 نقاط. كده دي النقطه السابعه. المباراة الأخيرة الزمالك بيلعب مع المصري، ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك. رضا البلتاجي في قناة صدى البلد الحقيقة قال إفيه مهم انتشر. بيقول له الزميل هاني حتحوت، هو أنت شايف إن طارق حامد كان يستحق الطرد؟ قال له طارق حامد يستحق الطرد من 7 سنين. بس ما حدش طرده. أخيرا البنا فرض القانون. نشوف الكابتن رضا البلتاجي. طرد طارق حامد بتتفق مع نفس وجهه نظرك بانه كان المفروض طرد من اول مره مش انذار ثم طرد؟ لا مش من اول مره. لا لا لا، طرد طارق حامد ده اتاخر 7 سنين. 7 سنين؟ 7 سنين. من 7 دقايق اتاخر 7 سنين. بمعنى انه كان يستحق على لقطات مشابهه في ماتشات قديمه بطاقات حمراء؟ طارق حامد استخدم الموقف ده عشرات المرات قبل كده. طارق حامد يطرد عشرات مرات في عشرات ماتشات في فتره تواجده على الزمالك في الخمس سنين اللي فاتت. اللقطة الجدلية التالية أعتقد والأخيرة هي لقطة هدف الزمالك الثالث من ضربة جزاء. الفاول لصالح النادي المصري في دفع قبل ركلة الجزاء، الخطأ الأول الدفع على مهاجم نادي الزمالك. تمام. استوجب ركلة حرة غير ركلة حرة مباشرة. الحكم مسكها. بص كابتن رضا البلتاجي رغم ما قال لكن مش عارف ليه وبدون مناسبة، وده هنرجع له بس مش وقته دلوقتي عشان نتناقش مع الكابتن رضا البلتاجي، وهو يربط بين هذه الدفعه وجون اللي جابه النادي الاهلي، وقال لك ده دخل النادي الاهلي في 2009 في مباراه فاصله مع النادي الاسماعيلي. وكررها وكل ما كلام يقول وده الجون اللي دخل 3-4 مرات يكررها. على الرغم ان الكابتن رضا البلتاجي نسي ان الماتش ده خلص 3-1، ما خلصش 2-1. يعني لو انت عايز تلغي الجون ده الغيه. فالنادي الاهلي غير بقى هو ايه اللي وصل النادي الاهلي الذي كان متقدما بتسع نقاط على النادي الاسماعيلي الى مباراه فاصله، وشفنا سيد فتحي. سيد فتحي حكم الاسماعيلي. وقاعد مع التراس اسماعيلاوي يحتفل لهم بعديها بشهر وهو ما زال يحكم. طيب المباراه دي بالمناسبه مباراه الزمالك والمصري، كابتن شوبير كشف على انه فيه تضارب حصل داخل غرفة الفار، انه الحكم الفار والحكم المساعد اختلفوا في ضربة الجزاء اللي احتسبت للزمالك في الوقت الضايع اخر دقيقة. قال لك حكم الفار كان مصمم يجيب اللعبة كلها، المساعد عايز يجيب اللعبة كلها، وحكم الفار قال له لا هات له بس التاتش بول كرة اليد فقط علشان الحكم ما يشوفش البنا الخطأ من بدايته. نشوف راي الكابتن احمد الشناوي. هي طبعا هي لعبه مركبه لان هناك ركله جزاء مستحقه على لمس اليد، ولكن يسبقها مخالفه. ايوه مخالفه من لاعب الزمالك وهي ده في لاعب المصري.
وكان كان من المفترض على الـ على الـ على الفار ان يقدم له يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه. وكان طالما هو البنا راح بس شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع بيخش ويكلم كابتن فرقه وكابتن فرقه كان ليكوا ركله جزاء بس عليكم فاول من انت في فاول قبل منها ويستأنف بالفاول اللي هو على. طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. كابتن شنوال ما اعرفش لكن موجود الكلام انه حصل خلاف داخل غرفه الفار زي ما بتقول. وده اللي بيخليني اقول زوايا التصوير ونوايا التصوير. هو انت مش عايز ليه تبرز الخطا كامل؟ هو انت مش من حقك تقول له ما توريلوش اللعبه كامل. يعني انا لما اقول لك وري اللعبه بشكل كامل تقول له لا وريله دي بس، مش من حقك. دي كان لازم ينبغي يحصل فيها تحقيق ويعلن. طبعا يعلن نتيجته. واحنا جايبين فار ليه وبندفع الفلوس دي كلها ليه؟ ما كابتن عشان تعمل عداله. لا كابتن، نوايا التصوير، نوايا الفار. هو انت كابتن احمد مجيد قال لك عايز اطمنكم التحكيم مش اجنبي وفي مصر، لانه في الاخر في فار. هي المشكله ان في الاخر في فار، لانه برضه ما هتلاقي حكام مصريين داخل كابينه الفار. هذا طعن في الحكام المصريين؟ لا مش طعن في الحكام المصريين، لكن يا سيدي درءا للشبهات، درءا لكل الرغ اللي بيحصل. طيب. لان هنا لما يطلع كلام زي كده ده كلام مش سهل. ما اقول لك انا قلت له جيب اللعبه كلها يقول لي لا، مش من حقه يقول له لا. يا كابتن وجيه انت، انا هقول لك حاجه. كان ماتش بين الجونه والمقاولين العرب. ده سجل جون اتلغى ورجع حسب ده بنقل. الهجمه الهجمه على المقاولين العرب رد فيها بنالتي، ردت لهجمه للمقاولين سجل منها. تصور يرجعها يحسبها بنالتي على المقاولين العرب، يلغي هدف المقاولين ويلعب ويحسب بنالتي. كاميرا صحيح على فكره. ده بقى صحيح. صحيح يعني يقدر يرجع باللعبه بقص رجعي. أيوة. رجعي مهما كان تاثيره. فما تجيش تقول لي لا ما اجيبش اللعبه على وانت جاي عشان كده. يا كابتن وجيه شفت راي الشناوي وشفت راي البلتاجي وخد كمان راي الكابتن سمير عثمان عشان تشوف الفار بيلعب في الاوضه ازاي. عايزين نركز على اللعيب الابيض والاخضر. هتلاقي في دفعه، اتفضل العب، هتلاقي في دفعه من مدافع نادي الزمالك للعيب نادي المصري. بص يا كابتن ما زقوش حازم، هو وقع لوحده. بص يا كابتن، زق اهي. بص يا كابتن، عايزين نركز على الدنيا يا كابتن حازم. ايوه الزقه توقع كل ده في القانون. مفيش دفعه بسيطه ودفعه جامده. هنا في دفعه باهمال من لعيب نادي الزمالك، كان لازم الحكم لا يمكن يشوفها، بس كان لازم حكم الفار، حكم الفار عشان يخلص الجدل اللي احنا فيه ده. زي ما جاب له اللقطه بتاعه الايد كان لازم يجيب له اللقطه دي. زي الاهمال بتاعه اسلام صلاح. ما هي دي اهمال خلاص نفسها بالظبط. ما هي دي دفعه. ما انا بقول لك يا كابتن عمرو زي كره اسلام صلاح في ما فيش دفعه بسيطه ودفعه جامده. ده يرجع كله هنا تقدير الحكم. هنا في دفعه يبقى في خطا، يبقى ما فيش ركله جزاء. طيب ده راي كابتن سمير بكل الوضوح. لا بس انا عايز اقف هنا. يعني هي دي دفعه توقع؟ توقع. شرفك ان ما توقعش، انت اللي زقيت. طب هو ساعة انت بتتكلم على كلام حازم. ما هو اصل الكابتن حازم برضه وعايز يدور لها على اي حاجه. لا بقيمه الكابتن حازم. يا كابتن حازم مش كده. اتكررت منه كتير. انه بينسى انه بيحل. هو اللي وقع ده كان عارف انها هتوصل تتحسب ضربه جزاء. يعني لما اللي اتزق ده بس البخ بتاعت ابو تريكه هي اللي بتوقع. طيب هو يعني احنا خلافنا في نقطه ايه؟ ما تديها للحكم وهو يقرر. ليه التدليس حصل في الفار؟ ليه التدليس حصل من الفار؟ لانه كان عارف انه هيلغي ضربه الجزاء. ليه انت حرمت الكابتن البنا من انه يشوف اللعبه بالكامل؟ على فكره ده مش كلامنا، ده الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه الزمالك. نسمعه. هو ما شافش لمسه اليد في البدايه. وبعدين برضو ما يستدعاه وقال له ان في لمسه يد، وبالتالي حسب ال لمسه اليد وحسب ركله الجزاء كنا عايزين نتاكد من وجود مخالفه من لاعب الزمالك قبل احتساب ركله الجزاء دي ولا لا. لان ده مهم، لان احنا لقينا لعيب بيقع وبعدين احنا مش عارفين هو وقع نتيجه دفع ولا نتيجه ايه. بس كنا عايزين نشوف الدفعه. كان من المؤكد يا كابتن وجيه حكم الفار
ايا كان خلافهم مع بعض يعمل اللي عليه وبس، يدي للامانه للكابتن البنا، لانه البنا راجل مدرب حكم محترم وبيضرب المثل وفعلا بوظ له ماتش حلو عامله، بيقوي حكامنا على يعني انه لا تقدر تحسب يعني العدل. انا لما الكابتن البنا ابقى هتنقط من الـ من من ليه بتحطني في الموقف ده؟ ليه بتدلس عليا؟ ليه اختصرت المساله في الهاندبول فقط؟ ليه ما جبتليش اللعبه بالكامل؟ عارفين ليه؟ للي قاله الكابتن شوبير. من الكواليس الحوارات اللي دارت بين الحكام والفار في مباراه الزمالك والمصري. اللعبه الاولى اللي الكابتن سمير عثمان قال او كابتن سمير محمد عثمان قال عليها انها ضربه جزاء، الرد كان كالتالي، ان الكره دي ارتداد وان القانون اتغير لانها متشاطه. انا بقول لك اللي اتقال، متشاطه وبالتالي وخبطه، وبالتالي ده اسمه ارتداد، وهنا لا يوجد لا اهمال ولا تجبير كسب. انا بقول لك اللي اتقال، وبالتالي ده ما بتتحسبش ضربه جزاء حسب ما قيل من الكواليس داخل المربع الحكام نفسه. دي الكره الاولانيه. طيب الضربه دي كمان برضو اللي اتقال انه الاعاده مش موجوده من خلف المرمى، لا يوجد يقين لدى حكام الفار هل الرجل الشمال لسه ملامسه الخط ام لا، فما كانش فيه يقين انه يبقى الراجل عدى، وبالتالي ما استدعوش الكابتن البنا او ما قالوش للكابتن البنا انه حصل تقدم من ده عدور. انا بقول لك اللي اتقال بالظبط. الكره بقى الاخيره اللي هي بتاعه دي اللعبه دي اللي فيها دفعه، حدث خلاف بين حكمي الفار، احدهما قال انه نجيب اللعبه من بدايتها، الاخر قال لا انا شايف انه الدفعه دي لا ترقى الى مستوى الدفعه، وبالتالي نجيب اللعبه من ضربه جزاء. واحد قال له طب نجيبها بالكامل للبنا عشان يشوفها، وهو اللي يحكم، هو اللي يدي القرار. ثم استقر الرأي على إعادة اللعبة الأخيرة فقط لا غير، هي لمسة اليد، وبالتالي ما شاهده البنا هي لمسة اليد، ولمسة اليد كانت موجودة وكان القرار ضربة جزاء. هذا كلام الحكم بيقول لا ترقى، انت يا فار بتقوله دي، اتفرج وقول رأيك، يعني مش دورك يا اما لو السلطة عند الفار يبقى هو ياخد القرار من الاول، ما يندهش بقى يقول له احسب بينالتي او احسب فاول او خلاص، طالما ان السلطه عندك. لكن انت عينه، احنا بنقول ايه؟ الالعاب التي لم يرها الحكم هي في الاربع قرارات اهم ضربات الجزاء بوضوح. الحاجات اللي بتفوت على الحكم انت بقى مش دورك انك تقول دي توقع، هو وريها له كامله وهو ياخد القرار. اسمع، هو ليه الكابتن حازم قال كده؟ لان اتقال له اصل هو كان عارف المعلومه دي، قال لك اصل الواقع دي ما توقعش لا يرقى الا انها تكون في اول. يعني ايه لا يرقى؟ هي مش قضيه حازم، اللي قضيه انه فعلا يحصل هذا التدليس من جانب مساعدين الحكم في الفار على الحكم. والايام دول ما احنا شفنا باب الفار بيتفتح واللي كان جوه بيخرج. طب حط نفسك انك مره هتبقى في الملعب ومعاك صفاره، والفار برضه هيطنشك في حاجات او هيلبسك حاجات. يا جماعه كل اللي مطلوب بجد العدل، العدل. واذا كان اتحاد الكوره مع الانديه متحملين كل هذه الاعباء الماليه الكبيره على الفار، فلما نقول لكم انه بشهاده اراء الخبراء هذا الفار بهذا التدخل بهذا التغاضي بهذا الشكل ادى الزمالك 10 نقط. ادى الزمالك 10 نقط بشهاده الخبراء. احنا ما قلناش راينا من نفسنا في اي واقع، ومفيش واقع جبنا لكم راي واحد، ده بالعكس في معظم الحالات كان راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف من قناه الزمالك. هل ده عدل؟ 10 نقاط بفعل الفار؟